السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مس اماني عادل. هنتكلم النهارده ان شاء الله، او نكمل اللي احنا ابتديناه المره اللي فاتت، اللي هو الفيديو الخاص بايه، بالايفوليوشن اوف جيوسفير. هنكمل بقيه الايفوليوشن الخاص بيه. اول حاجه هنتكلم على الترين ديفينيشن. What is the terrain? The slice of lithosphere that has been added to the margin of the continental during plate collision. بمعنى ايه؟ معنى احنا قلنا في بيحصل subduction، في جزء subducted لان الدنس بتاعته عالية، وفي جزء تاني subducted بتاعته ما بيحصلوش subduction لان الدنس بتاعته قليلة، فبيبقى موجود فوق. جزء lithosphere اللي ما حصلوش subduction اثناء البليت collision او الconversion البروسيس بتاعت السبدكشن ده اسمه ترين. وير داز ماست ترين اكريشن اكيور؟ بيحصل فين؟ قلنا بيبقى مرتبط بالكونتيننتال اوشانيك سبدكشن زون. واي ار ترين ادد تو كونتيننتال ميرجن رازر ذان سبدكشن اندر ذم؟ ليه هو ما بيحصلوش سبدكشن؟ قلنا لانه تو بوينت تو سبدكتد، لان كثافته ايه قليله فبيطفو ايه فوق. هنتكلم ان شاء الله على الديفلوبمنت اوف ذا نورث امريكان كونت. لسه قايلين ان الفريدمنت اللي بتضاف للكراست وبتزود الحجم بتاع القارات اسمها ترين، تمام؟ في ترينز كتيره موجوده في نورس امريكان كونتنت شو هاو كونتنت جرو لارجلي باي اكريشن. بمعنى ايه؟ الترين دي لما بتنضاف طبعا بتكبر حجم الايه الكونتنت، تمام؟ واتكلمنا عمليه الاكريشن المره اللي فاتت اللي هي ايه البروسيس اللي هي بدايه النشاه بتاعه الكونتنت. يوجد كونتيننتال ماس ان نورث امريكان الكراتون. قلنا برضو الكراتون ده ايه اكبر كتله حصلت في ايه في نورث امريكان، اللي هو كان ايه عباره عن ايه جرانودورايت لو تفتكروا، وكان ايه معظم الصخور بتاعته كان جرانودورايت. سبيسمنت لايك ذا اولد ستروك ان موست كونتنت از ناو كفرت باي يانجر سيدمنتري روك. طب انا دلوقتي بالعقل كده في اولد ستروك موجوده انضاف عليها يانجر سيدمنتري روك، الموضوع ده اسمه ايه؟ اسمه بيزمنت. يبقى اتس بيزمنت اللي هو الاولد ستروك ان موست كونتنت متغطيه بيانجر سيدمنتري ايه روك. الدريلينج ثرو ذا كراست ريفيل فيرس بيزمنت روك. عملنا حفر عشان يعرفوا الايدج الخاصه بكل روك. ديس روك فيري ان ايدج، بتختلف طبعا. الترينز بتاعت فيرجينيا هنشوفها دلوقتي. اتش ترين واز ادد باي بينج ويلدد تو كونتنت ديورينج بروسيس اوف ايه سبدكشن. الابيض ده قلنا ايه بيلد، البلوريج بيلد، كل لون من دول بيلد. يبقى الايسترن بارت of North American consists of number of terrain formed both before and after Pangaea's build. تمام؟ اللي هو بمعنى ايه كل جزء من دول كل ما بيحصل عملية subduction بيضيف لجزء، الجزء اللي بينضاف ده عبارة عن صخور في الاخر بسميه ايه build. تمام؟ كل حاجة من دي انضافت اثناء عملية subduction ايه مختلف. طيب احنا عمالين نقول development of North American، اول حاجة اللي حصل في البليت بريكامبيوم زي ما احنا شايفين هنا اللي هو الجزء الاخضر ده اللي نزل ده حصل له subducted، وفي volcanic eruption حصل اللي هي النار اللي خارجة دي. ليت بريكامبيوم حصل ايه؟ البليت east of North American block subducted. يبقى انا عند North American بليت تمام حصل لها subducted، يعني الدنس بتاعتها عالي. كوزنج اي ايلاند ارك تو فول، احنا قلنا في ريزلت للسبدكشن دي تمام. ايه اللي نتج نتيجه ان انا نورث امريكان بليد دي حصل لها سبدكتد؟ يبقى نورث امريكان بليد دي سبدكتد، يبقى هي اوشانيك لان الدنست بتاعتها عاليه، فالناتج هنا ايلاند ارك. This was welded to the continuous terrain، والجزء اللي هو ما حصلوش سبدكتد هيضيف للترين فوق. في الكامبيران رباتشر نير ذا ميرجن كرييت ا سكند سبدكشن. طبعا الليت بريكامبيوم والكامبيران دي كلها بيروت هتاخدوها ان شاء الله في جيولوجيكال تايم بعد كده، دي فترات كده وازمنه والايه والايون والايرا والايبوك هناخده ان شاء الله بعد كده. سكند سبدكشن لو انتوا شفتوا في الاوبوزيت دايركشن هتلاقوا برضو جزء اللي هي البليت الخضراء دي اللي نزل، وفي
رابشن اهو، فولكينز خارج، فده ايه في الاوبزيت دايركشن حصل ايه سكند ايه سبدكشن تو ذا فيرست، فولكانيزم اند ديبوزيشن كونتينيو. زي ما احنا شايفين طبعا عمليه الفولكانيزم هتستمر. في الاوردوفيشيان والديفونيان سبدكشن، هو عمليه السبدكشن طبعا مستمره، سبدكشن اد مور تيرين تو ذا كونت فورمينج ذا تكتونيك اند اسيديان ماونتين، ده الريزلت. يبقى عمليه السبدكشن في الاوردوفيشيان والديفونيان ده برضو قلنا فتره هتستمر، الريزلت عندي التكتونيك والاسيديان ايه ماونتين اللي احنا شايفينها، دي الجبال اللي موجوده دي، لان احنا قلنا كل حركه بينتج عنها فولكانيك ايربشن، الفولكانيك ايربشن دي بتطلع فوق، عباره اصلا المجمع عباره عن صخور فبتكون لي ايه ماونتين، ده البوزيشن بتاعها، وبيتكون ايه البلوريدج. البلوريدج ده طبعا ده اول بيلت اتكون، فده الاقدم الاولدست تمام اكريتد اونتو ذا كونت. الافريقيان بليت موف ويست و ويست وورد اند درايف فاردر سبدكشن. يبقى احنا اللي اتكلمنا عنها دلوقتي كله كان نورث امريكان بليت، هتبتدي الافريكان بليت موفت ابورد، هتعمل لي انذر ايه سبدكشن. الانشنت ليباتو اوشن بتوين نورث امريكان اند افريكان كونتنت كلوزز، بمعنى ايه؟ احنا قلنا الاولانيه اللي هي نورث امريكان ضافت لي ايه سبدكشن، الثانيه اللي هي افريقيان بليت عملت لي سبدكشن تاني، الريزلت هنا ايه اللي هو بدايه الليباتو بتاع الاوشن اللي احنا شايفينه، ليبوتس اوشن اللي هي الميه الموجوده دي تمام. يبقى الاولى عملت لي ايلاند ارك، وبعد كده الاوبزيت دايركشن ضاف لي ماونتين، السكند ضاف لي اوشن، الليت بليزويك the African continent crash into North American اللي بتو ocean is closed and two continent are locked within Bengal. يبقى في الليت بليزويك الأفريكيان كونتنت هتقرب من نورث امريكان، فعملي اللي بتو ocean ده هيعمله هيحصل له عملية انحصار، زي ما احنا شايفين كمية المية اللي هنا دي قلت. by Triassic the two continent نتيجة بقى عملية السبدكشن المتكررة اللي أنا عمالة أتكلم عنها دي، هيحصل بقى السبيلتنج الانفصال، لأن كل مرة عمالة أضيف ترين وعمالة الشيلد بتاع القارة يتكون والسبدكشن يحصل بيضيف قلنا الترين تمام، فهنا بيحصل بداية انكسار ايه بقى السبيلتنج أبار. والأتلانتيك أوشن بيبقى موجود ايه في النص بتاع عملية الايه اليزبيلت. وطالما انا دلوقتي المجمة خرجت وعملت للباسلوس لو تفتكروا المرة اللي فاتت، فعملت السبدكشن بقى هتتوقف، مش هتنها مستمر، لإلا كانت الكراست كلها حصل لها ايه ميلتنج تمام. يبقى تاني اللي بريكامبيام قلنا ايه بيحصل فيه البليت ايست بتاعت النورث امريكان سبدكتد، يبقى معناها ان هي اوشانيك، معناها ان هي الدنست بتاعتها عالية، الايلاند ارك بيتكون. بعد كده في الكامبيرام بيحصل ريباتشر، وبيحصل سكند سبدكشن في الاوبزيت دايركشن، وعملية الفولكانيزم كونتينيو. الاردوفيشيان والديفونيان السبدكشن اد مور ترين، يبقى عملية السبدكشن هنا ايه كونتينيو، الريزلت تكتونيك اند اسيديان ماونتين. الافريكان بليت موف تمام، another subduction بيحصل تمام، والانشنت اللي ocean between north american and african continent close، لان هنا بضيف جبال، فكل ما بضيف جبال عمليه كميه المياه الموجوده بيحصل لها انحصار فبتقل. الليت بليزويك قلنا بيستمر الافريكان كونتنت into north american لبتو ocean closed تمام، وبعد كده التو كونتنت بيحصل لهم ايه انفصال، البنجاية بقى الام اللي هي القارة الام تبتدي ايه انفصل، والكونتنت سبيلت ابارت، ده نورث امريكان والافريكيان ايه ايه كونت تمام. وابتدي بقى الاتلانتيك اوشن اوبن اللي هو موجود ما بينهم، وبعد كده ايه
عملية السبدكشن دي بتتوقف خالص. طيب يا الأسئلة أكتر بتيجي، احنا قلنا الترين والريجون اللي موجودة عندنا زي ما احنا شايفين، البلوريدج قلنا أول حاجة اتكونت واحنا بنشرح، وعندي الفيلي والريجي بروفننس ده بلت تاني، البيدومينانت الجبال اللي موجودة دي كلها هنتكلم عنها دي اللي هي الماونتين، تمام. فعدد دلوقتي الريجون اللي اتكونت في فيرجينيا ده كام؟ النمبر بتاعها 5. الاولدز بروفننس قلنا اثناء الشرح كان ايه؟ البلو ريدج. الماونتين فيري راد 3 ميجر ريفر بيتش اس ماونتين، بناخد المعلومات دي من اسئله. عندنا ريفر جامز والبوتوميك والرونيك ريفر، 3 ميجر ريفر اتكونهم، والكبر والايرون والتركواز مايند دي ميتال، في انا منطقه في البلو ريدج. يبقى احنا اول حاجه قلنا الاقدم البلو ريدج، تاني معلومه هاخدها ان انا في 3 ريفر وفي ايرون وكبر، ناخد الحاجات دي من الاسئله. اليونجست بروفننس بالعقل كده اخر حاجة اتكونت اتكلمنا عنها، تاني كان الكوستل بلين اللي هي منطقة الايه الساحلية اللي هي الايه الاوشن. which provenance is western most، موجودة في الويست زي ما احنا شايفين، هتبقى الايه قبل الشيم بليتو. يبقى قلنا في 5 البلو ريدج والبيدومينانت والفيلي والريدج دي التالتة، والشين اللي موجوده دي اللي هي البلاتو قبل شين ماونتين سلسله الجبال، والمنطقه الايه الاتلانتيك اوشن اللي هي الكوستل دي اللي هي الساحليه. وات ذا فوسيل فيول فاوند قبل شين بلوتو، نخمن كده جس، هي بتبقى اكتر ايه منطقه كول. وتش ريجون اوف فيرجينيا هاز اليفيتد، اليفيتد يعني مرتفعه، وفلات لاند اليفيشن على طول ارتفاع، يبقى قبل شين بلوتو. Which provenance is known for its karst topography، يعني فيها تعاريج كده بسيطة، هتبقى ايه منطقة الفالي والريدج اللي احنا شايفينها، تمام. كل منطقة دي بتتميز بحاجة، فالكرست دي يعني اللي هي التوبوجرافي، عملية الايه الريدج والفالي والكلام ده كله بتبقى ايه موجودة فيه. What sedimentary rock is found in the valley ridge، مسؤول عن الكارست توبوغرافي، هتبقى الايه اللايمستون، تمام، مش الجرانيت ولا الكول ولا كده. فهي دي كلها قلنا ناخدها معلومات ان هي بيبقى فيها لايمستون، فالايه الفالي ريدج بيتميز بيها. البروفينس هاز سيدمنتري روك داتنج بلوك من 550 مليون ييرز، وفيها لايم ستون وساند ستون وشيل واويل وجاز والكلام ده كله برضو اللي هي الفالي ريدج. يبقى الفالي ريدج قلنا الكرست بتاعتها اللي بتسبب عنها لايم ستون وفيها ساند ستون وفيها اويل وفيها جاز. بلو هاز ايجناس اند ميتامورفيك روك، ده الميزه الوحيده اللي بتميز لاني اني ترين هنا موجود، هيبقى الايه البيدومون، يبقى البيدومنتد فيها ايه ايجنس وميتامورفيك روك. لو هيل، لو هيل اللي هي اند شالو فالي روك سولت ماربل جرانيت اند كوارتزايت مينرال جوند اند بارايت ايست سايد اوف بلي ريدج، دي كلها فيتشر ليها برضو اللي هي الفيديان بتاعتها ضيقه والهيلز بتاعتها لو، وفيها روك سولت برضو البيدومنت ليها ايه، يبقى فيها ايجناس وفيها سيدمنتاري روك اول معلومة خدناها عنها، وفيها ريكسولت وجرانيت وكورتزايت دي الايه البيدومنت، دي الابليشين ماونتين اهي سلسلة الجبال اللي موجودة اللي احنا قلنا اتكونت، هناخد عنها شوية معلومات. دي فورمة وين روك وور ترابد ان بيزن بتوين نورث امريكان وافريكان كونتنت، واحنا قلنا طبعا هي نشأة منهم الاتنين. روك وير سكويز ده اللي احنا هنتكلم عنه ديسكريبشن ليها، سكويز بتتجمع مع بعض وبيحصل لها فولد وفولد اللي هي بتنحني بقى وتنتني وتعمل لي شكل الجبل. ديفورميشن بروديوسد هاي جريد ميتامورفيك روك، تمام. ذس وور باش ذا ابورد تو فورم ماونتين، بيحصل لها باش ابورد
فبتتكون شكل الجبل. الروك دي موجوده الايجز بتاعت البليت also welded together and thrust upward. ده بيضيف ماونتين بلوك اور اوريجين. احنا قلنا الاوريجين بعد كده اللي هو قبل كده اتكلمنا عنه اللي هو الايه الماونتين بلوك، كتله الماونتين اللي هي ايه بتتكلم بيتكون منها، هي ناتجة من عملية أول حاجة الأكريشن موجودة في الميرجن، ده كله بنتكلم عنه. دي كلها البروسيس اللي احنا اتكلمنا عنها أثناء الشرح. الأبليشين ماونتين كونتينيو نورث وورد انتو ايه نوفا سكوتيا، يبقى الاتجاه بتاعه متجه يمة الشمال. نوفا سكوتيا دي ايه بليس، تمام. يبقى تاني قلنا الأبليشين ماونتين نورث امريكان وافريكان كونتنت، هما بيتكونوا في نشا ونتيجه عمليه السبدكشن والجاليزم المستمر. ده الوصف بتاعه ان هو بيحصل له سكويز بيتجمع على بعضه وفولت وفولت، بيحصل له الماونتين طبعا باش ابورد فبتعمل لي شكل الماونتين. الروك ايدجز بلاتو ويلد توجذر اند ثرست ابورد اللي هي بتتنيها بقى عمليه الابورد دي تستمر فتعمل لي الشين بتاع الماونتين، السلسله اللي احنا شايفينها. إيه بتضيف طبعا ماونتين بلوك لكل جزئيه، فالماونتين بلوك اللي بيضيف كل جزء بينضاف بيبقى اوريجين، تمام. ده طبعا بيحصل بعد كده بيحصل بقى اللي هو الاكريشن وبدايه الزبلت بتاع النورث امريكان والافريقيا من ايه كونتنت، تمام. اتجاه النمو بتاعها او بتتجه الشين نيمه النورث وورد لنوفا ايه سكوتيا. Other part of the chain were separated by opening of Atlantic Ocean. لو بصينا للجنب التاني لو تفتكروا الأتلانتيك أوشن بقى بدأ يتكون بعد ما سلسلة الجبال دي اتكونت، تمام. فالأحدث خالص اللي هو الايه جزء الكوستال اللي هو الأوشن موجود في أيرلاند وستر إنجلاند سكوتلاند. Young Appalachian may have been high as Himalaya are today. كان زمان الأبلشين ماونتين اول ما نشأت كانت فيري فيري هاي عن الهيمالاي. الماونتين دي اتعرضت للايروشن فبالتالي الارتفاع الاليفيشن بتاعها بدا يقل، عمليه التعريه والكلام ده كله. اذا ماونتين ار يريدت ذا ديبري از ترانسبورتد باي ريفر تو ذا كوست. طب ما بيحصل لها بقى ايروشن، الجزء اللي حصل له ايروشن بيتنقل للريفر. ترين بيكام بيرد باي سيكس سيدمنتري كفر سيدمنتري ديبوزيت كوست كونتنت تو جرو مور اي سايز. الجزء بقى بتاع الترين اللي هو اندفن بقى واتنقل وحصل له ايروشن ده بيزود برضو الايه الجرو بتاع ايه الكونت. ده جزء بسيط كده عن نورث امريكان ريجون اللي هي ايه قبل شين ماونتين لو احنا شايفين شكلها اللي هو الجزء الرمادي ده، وقريب واليمة التانية اللي هو الكوستن بلين نفس البلت اللي احنا اتكلمنا عنها والترينز بتاعت فيرجينيا، ودي كندا شيلد قريب منها والروكي ميتين والكوستن رينج. لقبل شين ماونتين ار ايه لو احنا شفنا كده وقربنا من الشكل هنلاقي ان هي ايست اوف انتيرير لولاند. ده اللولاند هي ايست ليها. قبل شين ماونتين ار ايه طبعا ويست اوف كوستال بلين. لو بصينا برضو هنا اهو ده الجزء كوستال بلين فهي ويست ليها. Which of the following is true about Appalachian Mountain? Should all the apply? طبعا واحنا قلنا old eroded mountain حصل لها eroded mountain حصل لها عملية erosion. Oldest mountain chain on North America طبعا. Lower than Rocky Mountain elevation لان هي بقت الاليفيشن الارتفاع بتاعها اقل بسبب عملية الاروشن. Appalachian Mountain region extend from ايه بتمتد من ايه لايه؟ تمتد من إسترن كندا لوستر ايه الاباما. ادي كندا ادي كنديان شيلد اهو اللي موجود، تمام. which of the following are true sure ultra rock احنا قلنا الجزئية دي
تمام. لا ما قلناهاش الابليشين ماونتين ار ذا اولدست ان نورث امريكان، وابليشين ماونتين كونتين ذا بيدومنت. بيدومنت اللي هو ايه؟ ما هو احنا قلنا بيحتوي على البيدومنت، كان قريب من ابليشين ماونتين اللي احنا قلنا البيدومنت بيتميز ان هو ايجنس وسيدمنتاري روك، والبيلت برضو اللي هو ايه قريب منه. How long is ابليشين ماونتين رينج؟ قلنا اثناء الشرح حوالي ايه 200 ميلز. The highest elevation of Appalachian Mountain is on Mount Mitchell where the summit is. حوالي برضو قد ايه نعرفها هنا؟ حوالي 6000 feet high الارتفاع بتاعه. Appalachian Mountain are a part of the mountain range found in North America. True. هو North American وكان برضو ايه واخد جزء منين من نورس افريقيا ما حصل انقسام. Are some of the oldest on earth. طبعا ايه true اقدم. Are lower in elevation because weathering والايروشن اللي حصل. Glaciers have carved out some of the valley in the ablishane. اه هو اي جبال اصلا مرتفعة هتلاقي الجليسرز والحاجات الجليدية دي مغطية. What have learned about weathering rock cycle earth system was the most likely to happen to the Appalachian mountain over time. انا درست ان انا continue to decline in elevation، بتنحصر في الاليفيشن بتاعها بسبب الويزرينج والايروشن اللي حصل في اللاندسكيب. طيب كولوريدا هناخد عنها شوية داتا، اعرف ايه عن كولوريدا. development of north american كولوريدا، يبقى الكولوريدا موجود في نورث امريكا. western age of north american تمام. built up by succession of accredited trains، اتكلمنا على الترينز وعملية السكسيشن والكلام ده كله. كولوريدا دي كوستل ماونتين رينج، موجودة فين؟ في الأوتر بارت بتاع نورث أمريكا، يبقى هي ساحلية موجودة في الأوتر بارت. youngest of major tectonic unit of the continent، دي الإيه؟ youngest ده الأصغر. أقل من 500 مليون years old. إحنا كلها دي كلها داتا كده بعرفها عن كولوريدا، إن هي كوستل، إن هي موجودة في البارت أوف نورث أمريكا تمام. youngest تكتونيك يونت، الايج بتاعتها 500 مليون ييرز اولد. الاكريشن ترينز اون ويست كوست ار ميد اوف سيدمنت، النشأة بتاعتها بقى الويست كوست اللي موجود في النورث امريكان ده في سيدمنت. السيدمنت دي سكرابد اوف ذا سبدكشن باسيفيك اوشينيك كراست تمام. This took place as oceanic crust was thrust under the North American plate. يبقى الثراست على طول يبقى تكون ماونتين، يبقى النشأة بتاعتها نتيجة حصل subduction للباسيفيك اوشانيك كراست. ما حصل subduction للاوشانيك كراست والفولكانيزم مش عارفة ايه، بدأت الكولوريدا تتكون. حصل thrust under North American plate. It rains greatly in composition. رينز قلنا ايه؟ الحاجات بقى اللي ما حصلهاش ايه سبدكشن، ما في جزء نزل حصل سبدكشن وفي ترين فوق ما حصلوش سبدكشن، بيزود بقى الحجم مع الفولكانيزم اللي طالع فبيبتدي يتكون الايه الترين ده. الترينز اللي موجوده في وسط كوست في نورث امريكان تمام. سنوما ترينز نورث امريكان بليت يونايتد ستيت، مصنوعة من البلوكات من أوشانيك كراست. طبعا احنا قلنا ايه لسه قايلين ان هي أوشانيك كراست حصل له سبدكت، فالبلوكات بتاعت الترينز اللي ناتجة دي ناتجة منين؟ عبارة عن ايه؟ عن بازلت جرينستون، سيدمنتالي روك لايمستون، شيرت شيل ساندستون. يبقى البلوكات بتاعت الأوشانيك كراست اللي حصل لها ايه سبدكت، اللي عملت لي ايه اما نزلت تحت حصل لها ميلتنج والفولكانيزم حصل وبدات ايه سلسله الماونتين بتاع الكلورا دي تتكون. بعد كده انا قلنا نزلت في المانتل روك ذات وور فورس تو ايرث سيرفس تمام، نزلت في المانتل فحصل لها ايه ميلتنج.
الباسيفيك نورث ويست ووز نوت اولويز سبدكشن زون، مش بس الباسيفيك اللي نورث ويست اللي حصل له سبدكشن، was not always مش دايما بيحصل له سبدكشن. بيرور ترياسيك بيرود نورث امريكان was part of a بانجاي. هنا كل ده حصل لا حصل الباسيفيك هو اللي نزل فحصل له سبدكشن، لكن في الترياسيك زي ما قلنا كان من شويه النورث امريكان اللي حصل له سبدكشن فعمل لي بانجاي، يعني باكد لكم الايه المعلومه. At the time the coast of North America was along the west side of it how بنجاي بلت ابارد من 225 ل 200 مليون years ago. تمام. As it added North America began to move west on neighboring oceanic plate. عملية الوصف دي كلها بقى الكوست بتاع نورث امريكان اتجه يمت ادهاله ده مكان عملت الاسبلتنج نشأت الترينز وودز ادد اون تو وست كوست اوف كونتنت باي اكريشن. نفس القصه سبدكشن وترينز بتنضاف هتعمل لي فولكانيك ماونتين. الاستريس في الكراست هنا فولت ده وصف الماونتين هيحصل له فولت وسكويستو جزر يعمل لي ماونتين. ده من 210 مليون ييرز سبدكشن نتج عنه الماجما اللي عملت لي الماونتين. الماجما دي طبعا هتطلع للسيرفس هتعمل ايه بقى اللي هيوقف لعملية السبدكشن؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت خروج الماجما اول ما بتخرج بتقفل لعملية السبدكشن. القفلة هنا هتبقى بسبب سيريس نيفادا باسالوس ده اللي بيوقف لي عملية السبدكشن. different generation of course grain plate tectonic rock were added to the crust. ده الماب هي اللي بتوضح لي توزيع السيريس نيفادا باسالوس اللي قفلت لي عملية الايه السبدكشن. تمام. في الباسيفيك اوشن. تمام. ده هيحدث طبعا 100 مليون ييرز. العلماء نفس المنطقة دي اكريشن ده وصف كله السوبر كونتنت. اقدم بقى قارة قبل ما يحصل هي قبل بنجاية كمان اللي كان الحجم بتاعها كبير خالص كانت اسمها ايه جوانتوان لاند سبيلت اللي هنا بقت دلوقتي ايه اسيا واوروبا ونورث وساوث امريكا افريقيا واستراليا. As the crust thinned and drifted huge outcropping form continental flood basalt. تمام. يبقى الكراست thinned and drift الاوتوكروب فورمت continental flood basalt. يبقى الكراست هنا الرفيعة اللي حصل لها ريفتنج وعملت لي اوت بورينج فورمت كونتيننتال فلود بزلت. الفلود بزلت ده تمام دي الديبوزيت اللي موجوده على ديفرنت كونت. يبقى الفلود بزلت الترسيب اللي في اماكن مختلفه من القارات اسمه فلود بزلت. دي الاماكن بتاعته انديا ممكن انتاركتيكا البرازيل فهتلاقيها في كذا قاره. ده ايفيدنس ان حصل سبدكشن هنا وتكون الفلود بازالت. الفلود بازالت طبعا مرتبط بكاسكاديا سبدكشن زون في الوست كوست اكتف ميرجن ميني ايرثكويك اند اكتف فولكينز. المكان ده لو شفته يبقى المكان ده حصل فيه سبدكشن واكتف في البولكينز والايرثكويك. Oralangi cracks and crust over from tectonic activity flood basalt can be out over period of time. يبقى المكان ده باختصار فلود بازلت ده ناتج عن ايه؟ حصل هنا سبدكشن مستمر في المنطقه دي اكتف بالفولكينز اكتف بالايرثكويك. تمام. فنتج عنها ايه الديبوزيشن بقى اللي موجود في كذا مكان اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي نتج عنه الفلود ايه بازلت. وده هلاقيه في ايه في فترات مختلفة يعني بيروت اوف تايم. تمام. ده الديسبريشن اوف فلود بازلت الموجود قلنا في الباسيفيك نورث ويست اوف نورث امريكان كذا مكان نتيجة تكرار عملية السبدكشن وبترصف في كذا مكان في نورث امريكا. ده الفترة بتاعته 100 year كان بي شورت as few 100 year or even day من 17 ل 12 مليون years ago. تمام. اللونج بتاع اللافا ده اللونج بتاعها الاسبريد
لان اللافا ما بتطلع وهتنشر وهتطلع بره، هتعمل لي الفيولات بازلت في كذا مكان. ده كل وصف ليها يعني. ده الهيت بتاعه اللي هو 1100 درجة، فورمد لير السيكنس بتاعه، الفيسكوست بتاعته بما انها اللافا دي بتطلع فوق، فطبعا الدنست بتاعتها اقل، الفيسكوست بتاعتها اقل. تمام، ده السبيد بتاعها. السكشن هنا هنشوف برضو الباسيفيك اوشن اللي بتوضح لي الايه الفيلوستي بتاعتها. ايه ده؟ ده سيسميك انامولي ماب في نورث امريكا. طب كل لون من ده بيدل على حاجه. اللو سيسميك فيلوستي بيبان زي ما احنا شايفين هنا بلو، يعني سرعه الماجما او اللافا اللي طالعه هنا اللون الازرق اللي موجود. الريد انديكيت هاي سيسميك فيلوستي. هنشوف بعد كده السبيد بتاع السيسميك ويف اللي ترافل خلال الايرث، هتاخدوها ان شاء الله بعد كده في السنين اللي جايه. فيستر فيلوستي اوف ويست كوست كومبورت ايست كوست ديو تو اكتيف سبدكشن ويستر ميرجن اوف نورث امريكان كونتنت ستول كوريت تو دي. يبقى اللون الازرق ده بيدل على ايه؟ ان هي سرعه هنا قليله بتاع الايه بتاع البليتس. واللون الاحمر هنا بيدل على ايه؟ بيدل على الايه؟ السرعة هنا عالية اللي هي حركة البليدز. تمام، لان هي بتستمر وبينشأ بقى الفولكانيز والكلام ده كله. اي نعم الحركة بطيئة بس بيحصل فولكانيك ايربشن بعد الحركة دي عبر ملايين الايه السنين. فاللون الازرق ده بيدل على ايه؟ بيدل هنا ان انا السرعة هنا ايه قليلة، والاحمر اللي هي بتاعت حركة البليد سرعة البليدز عالية. ممكن يجي لي ايه هنا؟ اللي بيجي هنا ان انا كلوريدا دي مينز ايه؟ كلوريدا دي عباره عن شين اوف ماونتين، اصلا موجوده فين؟ في نورث امريكا. الورد كلوريدا ان سبانيش مين ايه برضو؟ طبعا شين اوف ماونتين. تو بروفينس اور تريوتس اللي هي العهدين دول وير يو كود فايند ان كلوريدا ريجون. لو تفتكروا ان احنا قلنا في الشرح ان هي بتبقى ايه بريتش كولومبيا عندي ايه البرد. وورد بيست سكرايب كلايمت هناك، هي منطقة طبعا قلنا يحد بها من اليمة دي منطقة ساحلية، واليمة التانية هي البيدومين اللي في ايجنس والسيدمنتار الروك والكلام ده كله، فالمناخ بتاعها ميلد اللي هو معتدل. موست مودريت كلايمت ان كندا بيبقى بسبب ايه؟ طبعا معتدل بسبب ان هي ايه قريبة من الكولومبيا كوست اللي احنا قلنا بتمتد من ايه كولومبيا لألبرتا، فالقريب منها من اليمة التانية اللي هي ايه الجزء الساحلي ده، فالبريتش كولومبيا كوست بيخلي المودريت كلايمت بتاعها. وات از وان لاند فورم ان كولوريدا ريجون؟ طبعا الايه الماونتين. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ناخد بس الموضوع كده كداتا نجمعه، ما نكلكعش الدنيا يعني. نشوف المناطق اللي حصل فيها سبدكشن، اتكون لي ترينز ايه، انواعها، النشأة بتاعة النورث امريكان. اتمنى تكونوا استفدتم، واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله.